أهلا بكم إلى هذه الجولة عبر صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم، والتي نبدأها بجريدة اليوم المغربي التي قالت إن المجموعة العربية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو أشادت بالجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة على المستويات الدبلوماسية السياسية والاقتصادية. إلى جريدة المساء التي أفادت بأن الحكومة الجديدة وعدت بتعميم نظام التعويضات العائلية ليشمل جميع الأسر المغربية، حيث ستستفيد الأسر المعوزة من تعويضات في حدود 300 درهم شهريا عن كل طفل في حدود 3 أطفال، أي بنفس مستوى الخدمة التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأطفال الأجراء. ونختم جولتنا بجريدة الأحداث المغربية التي كتبت بأن وزارة الصحة أطلقت أسبوعا لمكافحة وسم الأشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية، وذلك بهدف تعزيز حقوق هذه الفئة وتفكيك الأحكام المسبقة المرتبطة باضطراباتها وتحسيس الأقرباء والأسر والمجتمع بأهمية دعمها لها من أجل الوصول إلى التعافي.